السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس رجب نصر، وحشتوني. كنا من يومين عملنا فكرة حطيناها على منتدى بتاع قناة المهندس رجب نصر، والفكرة دي هي خاصة بتبادل الخبرات وتبادل المعلومات الكهربية على القناة. طبعا الفكرة ملخص عنها هي طبعا انت حضرتك بتكون عندك خبرة معينة او شغال في مجال الكهرباء في مكان معين، مثلا تركيبات، سواء كنت تركيبات سواء كنت صيانة سواء كنت بتدرس حاجة معينة، وعندك معلومة بتحب تفيدني وتفيد بيها غيري. تقدر انت حضرتك تصور فيديو المعلومة اللي انت عايز تشرحها وتصورها بطريقة كويسة وواضحة وصوت كويس وبتبعتها لي على القناة، وطبعا انا يعني هقوم عارضها على القناة عندي. فالقناة طبعا فيها داخل في 145,000 مشترك، تكون في فرصة للناس كتيرة تشوفها وتستفاد من المعلومة ديت. حاجة تانية برضو، ما تنسوش تدعموا القناة طبعا، وانتم مش مشتركين اشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد بنزله على القناة، ولايك لو الفيديو طبعا عجبك ان شاء الله. وطبعا اهم حاجه طبعا يا جماعه في الفيديوهات، اي فيديو بتشوفه يعني يا ريت تدعم القناه بشكل ان انت لازم يعني حاول تتفرج على الفيديو لحد النهايه. طبعا هتستفاد اكيد بمعلومات، مش هتخسر اي حاجه خالص، وفي نفس الوقت انت هتدعم القناه والقناه هتلاقيها مستواها بيعلى والمشتركين فيها بيزيد ان شاء الله باذن الله. مبدئيا زي ما احنا قلنا على فكره الموضوع دوت، وانت طبعا حضرتك هتقوم مصور اي مشكله كهربائيه مثلا حصلت، اي تركيب كهربي حصل، اي حاجه بتخص مجال الكهرباء زي ما احنا قلنا. انا في الشغل عندي ممكن اكون انا امتلك معدات معينه اشتغل بيها في الشغل عندي، ولكن انت ممكن تكون شغال في مكان تاني عندك معدات افضل من عندي وجديده او مش جديده، ممكن تكون معدات مختلفه عن اللي عندي بتشتغل بيها او بتنفذ بيها حاجه معينه او طريقه شغل معينه. طبعا هي مش كل حاجه عباره عن خط يعني حاجه ثابته، لا، في حاجات كتيره متغيره جدا تختلف عن طريقه شغلي، تختلف عن كل حاجه. انت تقدر تفيدنا وتفيدني وتفيد غيرك بالمعلومه ديت عن طريق ان انت تقدر تصور الفيديو، وطبعا يكون زي ما احنا قلنا جوده كويسه جدا، الصوت يكون واضح جدا، ما يكونش فيه اي مساس باي اراء سياسيه او اراء دينيه او اي اراء عرقيه. يعني طبعا المحتوى الاصلي بتاعك انت مصوره بنفسك، يعني مش جايبه منسوخ، ويكون طبعا الفيديو موجه للقناه، يعني ممكن تذكر فيه اسم القناه، وما يكونش طويل، يعني ممكن يكون الفيديو مثلا في حدود 15 دقيقه، عشان في بعض اخوه مشاهدين بيشتكوا طبعا يقول لك الفيديو طويل قوي، يعني ما يعني مش الفيديو مش منطوط ولا حاجه، هو الفيديو مليان معلومات وانت ممكن تكون مش عايز تسمع لحد الاخر او حاسس الفيديو طويل. لا، لو دخلت اكيد لحد الاخر والله هتستفاد، يعني مش هتخسر حاجه، يعني مش موضوع يعني كلام كتير ولا حاجه، لا اكيد في معلومات هتفيدك. فاحنا طبعا هنراعي الاخوه المشاهدين دولت ان احنا نحاول نخلي الفيديو ما يزيدش عن يعني من 10 ل 15 دقيقه ان شاء الله. وطبعا انت هتبعت لي الفيديو على لو انت عجبك الموضوع دوت، هتكتب طبعا تعليقك وفي رقم الواتس بتاعك، وهتواصل معاك ان شاء الله على الفيديو الخاص او الفكره بتاعتك اللي انت عايز تعرضها على القناه عندي، وهرجع الفيديو يعني انت هتكون هترفع الفيديو بطريقه معينه على اي موقع رفع ملفات، وانا هاخد منك الفيديو وهروح اعمل له مونتاج وهقدمه بالطريقه اللي هي بتتناسب مع قناه المهندس رجب نصر، عشان يعني يكون يعني الفيديو منتشر لكل الناس. ما تنسوش في نهاية الحلقة وانت مش مشترك طبعا تشترك تاني وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد ودعمنا، واشكركم على تعليقاتكم واشكركم على تعاونكم وتصويت بتاعكم، انتوا بجد والله يعني حاجة ترفع الراس، يعني انا فخور بكم جدا والله. يعني كان معكم مهندس رجب نصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.